لطالما استمعت إلى أستاذنا الراحل حمد بن خليفة بوشهاب وهو يحدثني عن الشيخ حمد بن محارب قاضي إمارة عجمان، وكان يثني عليه ويروي لنا أشعاره ويورد بعضا من قصصه، وكنت أستغرب من اسم محارب لأن هذا الاسم غير معروف في هذه المنطقة، فأيقنت أنه غريب عن الإمارات، ولكن أبا شهاب كان يقول دائما إنه من أهالي عجمان، فمن هو هذا الشيخ وما هي قصته؟ إنه الشيخ حمد بن محارب بن حمود المطيري، ولد في سنة 1914 في قرية الجهراء غربي مدينة الكويت. ولد في أسرة فاضلة كريمة، وكان والده يعمل في التجارة. تعلم الشيخ حمد في أول أمره في مدرسة الفلاح التي أسسها الشيخ زكريا الأنصاري في سنة 1927، وكان تأسيسه لهذه المدرسة بإعاز من المحسن محمد زين رحمه الله، وهو مؤسس سلسلة من مدارس الفلاح في الهند ودبي وحضرموت ومكة والكويت. تعلم الشيخ حمد في هذه المدرسة مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ القرآن وحفظ الحديث، وتعلم أيضا علم الفقه وعلم الفرائض حتى صار بارعا فيها جدا، وذلك قبل أن يصاب بالعمى. في حدود سنة 1932 أصيب الشيخ بالعمى بسبب مرض الجدري المنتشر آنذاك، إذ تأخرت والدته في إعطائه المصل، فتمكن المرض من عينيه، وسلم أخوه ناصر الشاعر حيث أعطي المصل في وقته. رحل الشيخ حمد إلى الأحساء وأخذ ينهل من علم علمائها، خاصة علامة الجزيرة عبد العزيز بن حمد المبارك الذي ذكرت لكم في العام الماضي بعضا من أخباره وسيرته في حلقة الشيخ مبارك الشامسي والشيخ أحمد بن حسن قاضي دبي والشيخ محمد نور الذين درسوا على يديه، وكان سببا في إنشاء مدرسة الأحمدية، وهي أول مدرسة في الإمارات تأسست تقريبا سنة 1905. المهم، الشيخ حمد درس النحو والفقه وبقي فيها قرابة 10 أشهر سنة 1932 تقريبا. رحل إلى البحرين ثم اتجه نحو قطر لطلب العلم، فسكن عند السيد المحسن عبد الرحمن حسن فخرو الذي أصبح صديقا له، ولم تنقطع صداقتهما على مرور الأيام، وقد تلقى العلم على يد الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع، وهو من كبار علماء نجد، والذي كان يدرس في المدرسة الأثرية منذ عام 1916، وتخرج على يديه كثير من أهل العلم، منهم الشيخ محمد بن غباش القاضي والفلك الإماراتي، وقد لازمه الشيخ حمد سنتين. وبعد إكماله دراسته رحل الشيخ حمد إلى دبي، حيث كانت دبي وما زالت ملتقى للتجار والعلماء والشعراء، ولا أظن الشيخ في هذه الفترة قدم إلى دبي سائحا، ولكنه قدم للعمل، ولعل أحد زملائه الطلبة الإماراتيين الذين كانوا يدرسون على يد الشيخ المانع في قطر قد شجعه على السفر إلى هنا. ولكن بسبب قلة أتباع المذهب الحنبلي في دبي، حيث غالبية سكانها على المذهب المالكي وهو فقيه حنبلي، وكذلك مصادفة وجود الشيخ عبد الكريم البكري في دبي وهو من علماء نجد الذي كان مدرسا في إمارة عجمان، كان ذلك كله دافعا له لقبول دعوته إلى الذهاب معه، فرافقه إليها. وهناك طلب منه الشيخ عبد الله الشيبة النعيمي أن يقوم بتدريس النحو والفرائض، فتقبل العرض
وبدأ في التدريس واحتفى به أهلها. وهكذا كان ولا يزال أهالي الإمارات يحتفون ويقدرون أهل العلم ويجعلونهم من أهلهم، فلا يحس العالم بأنه غريب بينهم. بعد مرور سنتين عاد الشيخ حمد إلى الكويت في أواخر عام 1936. رأى الشيخ أنه يجب عليه متابعة تحصيله العلمي، فرحل إلى الرياض ليكمل دراسته عند الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوفى سنة 1969، وهو المفتي الأول للدولة السعودية، وبقي يأخذ العلم عنده عاما كاملا، ويرافقه أخوه الشاعر ناصر. يقول الشيخ حمد: مكثت في الرياض سنة أتلقى العلم على يد الشيخ محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف. ثم عاد الشيخ حمد إلى الكويت في سنة 1937، وقام بإنشاء مدرسة سميت باسمه مدرسة حمد. ثم انتقل إلى ديوانية السيد عبد الله القناعي، ولكنه لم يستقر به المقام فيها، فرحل الشيخ حمد مرة أخرى إلى إمارة عجمان في سنة 1938. وفي هذه المرة كلف بالقضاء والفتية إلى جانب التدريس. يقول الشيخ حمد: ثم عدت من الكويت إلى عجمان، وبقيت أتنقل بينهما إلى أن استقر بي المقام في عجمان إماما وخطيبا وقاضيا. وكان نعم القاضي المفتي كما ذكر لي الأستاذ حمد بوشهاب رحمه الله. في هذه الفترة درس على يديه كثير من طلبة العلم، منهم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وأخواه الشيخ ناصر والشيخ عبد الله، ومجموعة من الأساتذة كعبيد المزروعي ومحمد عبد الله الشيبة وإبراهيم بن نصار وغيرهم. عندما قام الشيخ عبد الله السالم الصباح سنة 1951 بزيارة الإمارات، وكان ذلك في أول حكمه للكويت، وقد عرف بثقافته العالية وحبه للأدباء والعلماء، في سنة 1952 عاد الشيخ إلى وطنه الكويت يرافقه ابنه راشد، وبدأ بالتجهيز لعودة أهله، فعاد بهم في نفس السنة. عين إماما في مسجد السهول، ثم انتقل إلى مسجد هلال المطيري في المرقاب، وكان يجلس فيه وقتا طويلا كل يوم، حيث يأتيه طلبة العلم يقرؤون عليه ما تيسر من الفقه والنحو والفرائض. له من الأخلاق والفضل وطيب المعشر الذي لا يزال يذكره عنه أهل الإمارات الذين عاش بينهم فترة من حياته، وكذلك كل من عرفه رحمه الله، كما كان يفعل بوشهاب، فقد سمعته كثيرا الثناء عليه. وعن حرصه على العلم فحدث عنه ولا عجب، فإنه يظهر من سيرته أنه لم يتوقف عن التعلم حتى آخر يوم من حياته، ولم ييأس بسبب عماه أو مرضه، بل ظل متابعا للعلماء يرحل إليهم ويقاسي الأهوال من أجله. ثم بعد أن استقر في الكويت جعل يدخل الدورات العلمية ويتابع دراسته من غير ملل ولا سام. كتب كثيرا من الشعر، ولم يبق منه إلا القليل الذي جمعه ابنه الدكتور عبد الله بن حمد بن محارب، وكما قيل في المثل: ما مات من خلف ولد. مستوى شعره كما أراه وسطا، إذ يعد من شعر العلماء، ولكنه كان متقنا فيه وتظهر براعته اللغوية، وقد اتخذه في شتى أغراض الشعر. يقول الشاعر داود الجراح واصفا شعر الشيخ: حمد المحارب قد أجاد بنظمه، حتى كأن القافيات عبيده، يختار منها ما يشاء ويصطفي، حر البيان يصوغه فيجيده. وكما ذكرت يمتاز شعره بالإتقان، ويقوى في المناسبات، وكان يتخذه للنصيحة والدفاع عن الدين. ومن جيد شعره قوله:
طريق العلا صعب فما أنت فاعل، وما أنت في هذه الحياة تحاول، تريد العلا عفوا فهيهات لم تنل من المجد شيئا إن سيرك هازل، تعد سلاحا حين تلقي مقالة حماسية والجمع حولك حافل، تظن متى وجهت قولا فإنه يصد العدا كلا فما القول قاتل، إلى آخر هذه القصيدة. وقال في مطلع قصيدة واصفا مزرعة تسمى الزهراء للمغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان، وكان ذلك في سنة 1936، وهي نفس السنة التي عاد فيها إلى وطنه كما ذكرت. خليلي إن كففت عن المقالي بنظم منك يهزأ باللآلي، فدعني فالقوافي طائعات مطاوعة اليمين إلى الشمال، متى أفرغت فكري في نشيد به أحكمت إبداع المثال، أصادم في القوافي كل ليث بعضب القول لا عضب النصال، بعضب القول لا عضب النصال، فطورا ينثني عنا وطورا ينازلني فأظفر في النزال. ثم بعد ذلك تخلص إلى مدح الشيخ راشد ومزرعته الزهراء، وختم بنصيحة له: وهكذا فليفعل العلماء والشعراء. قال: فثابر ما حييت أبا علي بأمر العرف في رفض الضلال، ولازم خوفه ما عشت تنجو بعفو الله يوم الاشتغال. بعد مرور سنة على نوبة قلبية ألمت به في سنة 1982، وبعد حياة مليئة بالعلم والأدب والشعر والرحلات، انتقل الشيخ حمد بن محارب إلى جوار ربه في يوم 21 من شهر أكتوبر سنة 1983، رحمه الله رحمة واسعة.